بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. راح نحكي الآن ونبدأ المحاضرة رقم 15، واللي وقفنا في المحاضرة الماضية عند جزء الكسور الجزئية أو البارشل فراكشن. هذا موضوع مهم، احنا طرقنا له في كالكولاس 2 مثلا، لما كنا نجد تكامل كثير حدود على كثير حدود، كانت أحد الوسائل أن نستخدم البارشل فراكشن أو نكتب على شكل مجموع كسور جزئية. كمان الموضوع هذا مر معانا في مساق مثلا الاقترانات الخاصة، لما كنا نحكي عن إيجاد لابلاس انفرس لكثير حدود على كثير حدود. هذول الفكرتين راح نتطرق لهم في هذا الجزء. الفكرة عندي هون، إذا كان عندي اقتران نسبي بسط على مقام كثير حدود على كثير حدود، ما فيش عوامل مشتركة بين البسط والمقام، فبقدر استخدام ماتلاب بقدر اكتب هذا الاقتران النسبي على شكل مجموع كسور جزئية بهذا الشكل، U1 على X ناقص V1 زائد U2 على X ناقص V2 وهكذا إلى UN على X ناقص VN زائد K of X. أوضح لك إياها هي إنه إذا كانت درجة B of X أكبر من درجة Q of X، فلازم أقسم أول شيء قسمة طويلة وأطلع ناتج القسمة، هذا كي اوف اكس مثلا، وبعد هيك الجزء اللي بيظل عندي هون اعمل له بارشل فراكشن او كسور جزئيه، طبعا بحيث انه الكيو يكون قابل للتحليل لعوامله الاوليه بدون تكرار، بدون مالتيبل روتس، ما فيش جذور مكرره هنا في المقام. هذا الحكي يدويا، نقسم قسمه طويله نطلع ناتج القسمه، وباقي القسمه اللي بيظل عندي هون جزءه على شكل كسور جزئية بعد ما أحلل الكيو إلى عوامله الأولية. هذا الحكي كله الماتلاب بيقدر يعمل لي إياه من خلال هذا الأمر. بدك تنتبه للنقطة التالية، المدخلات للماتلاب هي بي وكيو، راح أعطي الماتلاب بي وكيو مدخلتين، وأستنى منه ثلاث أشياء. الشيء الأول هو U1 U2 إلى UN، والشيء الثاني هو V1 V2 إلى VN، والشيء الثالث اللي هو كي اوف اكس او يعني متجه كي. فالامر هو ريزيديو، كلمة ريزيديو بهاي الشكل، بي فاصل كيو اللي هي المدخلات اللي عندنا، البسط فاصل المقام. لاحظ المخرجات ثلاث مخرجات، يو وفي وكي. يو مرة ثانية هي الارقام او الاعداد في البسط تبع الكسور الجزئية، الفي المتجه الثاني هي اصفار المقامات اللي عندك هون، اكس ناقص المدخل او الناتج الاول من في، اكس ناقص v2 وهكذا. وملاحظة لازم تكون اليو والفي من نفس الحجم، لان المتجه الخاص بك هو فعليا ناتج القسمة. هذا متى بيظهر؟ اذا كانت درجة البسط اكبر من درجة المقام، بينما اذا كانت او تساويها طبعا. اذا كانت درجة البسط تماما اصغر من درجة المقام ما راح يطلع عندك ك، راح يطلع متجه فاضي، فما في ناتج للقسمة لأن درجة البسط أصغر من درجة المقام. بس إذا درجة البسط أكبر أو يساوي درجة المقام راح يطلع عندك الك بالإضافة لليو والفي. وبدك تنتبه للترتيب تبع المخرجات، يو في بعدين ك، يو البسط اللي هون، في أصفار المقامات، وك ناتج القسمة، حيث ك هو عبارة عن متجه صفي لمعاملات ناتج القسمة، متى؟ إذا كان درجة البسط أكبر أو يساوي درجة المقام. مثال بحكي لي اكتب الاقتران التالي على شكل مجموع كسور جزئية. لاحظ أنه درجة البسط أصغر من درجة المقام، فبتوقع كي ما تظهر عندي. الآن طريقة الحل ببساطة، عرف البي متجه الوسط اللي هو ناقص 4 8، وكيو متجه المقام اللي هو 1 6 8. بعد هيك بعطيه الامر يو فاصلة او فراغ في كي تساوي ريزيديو بي فاصلة كيو. راح اعطيك زي ما حكينا ثلاث متجهات، متجه اليو، متجه الفي، ومتجه الكي. زي ما توقعنا هاي الكي متجهه فاضي، ما في ناتج للقسمة لانه درجة البسط اصغر من درجة المقام. الان بالترتيب هنا اليو والفي مرتبطات مع بعض، هذا البسط الحد او الكسر الجزئي الاول، وهذا المقام تبعه، فرح نحكي ناقص 12 على اكس ناقص الناقص 4، لأن الصيغة هي اكس ناقص في، اكس ناقص في. فناقص 12 على
اكس زائد 4 زائد 8 على اكس زائد 2. هاي الكسور الجزئية ل الاقتران النسبي اللي عندنا هون. فمرة ثانية، كسرين عندك هون، لاحظ كونه عندك ناتجين ليو او ناتجين لفي، حكينا نفس الحجم، ففي عندي كسرين، بحط خط الكسر الاول زائد الكسر الثاني. خلينا نحاول اكتب هالاشي، هذا الكسر الاول زائد الكسر الثاني. البسط في الكسر الاول هو ناقص 12، والبسط في الكسر الثاني هو 8. المقام اللي هي الفي، اكس ناقص الناقص 4 يعني اكس زائد 4، والكسر الثاني هو اكس ناقص الناقص 2 يعني اكس زائد 2. هذا شكل الاقتران او الكسور الجزئية لهذا الاقتران. طبعا بامكانك توحد المقامات وتتأكد فعليا من انه توحيد المقامات راح يرجعك لهذا الكسر. مثال خلينا نحله احنا مع بعض. برضو بده نكتب الكسور الجزئية للاقتران التالي بي وكيو. لاحظ هون عندك بي من الدرجة السادسة وكيو من الدرجة الخامسة، ففي ناتج قسمة، فبتوقع يطلع معاي كيو او سوري كي في هاي الحالة، وبعد هيك يجي يعطيني المنتجات الخاصة بالكسور الجزئية. طبعا انا غالبا بكون مختار الكيو بحيث انه يتحلل العوامل الاوليه بتحليل بسيط او ارقام صحيحه لتسهيل الحسابات، زي ما حكينا شرط انه لازم الكيو يتحلل لجذور ما فيش فيها تكرار بين الجذور، والكسر لازم ما يكونش في عوامل مشتركه بين البسط والمقام، لانه لو في عوامل مشتركه راح يصير في اختزال او اختصار بيناتهم. فخلينا ابلش اول شيء، بدي اعرف المتجه بي والمتجه كيو. البي اللي هو ناقص 1 معامل اكس قوة 6، معامل اكس قوة 5 مش موجود فهو 0، نبهت عليها هاي ما تنساها، ومعامل اكس قوة 4 18، 3 معامل اكس تكعيب ناقص 142، معامل اكس تربيع 14 معامل اكس، والحد الثابت 252. اي البي. الكيو المتجه اكس قوة 5 1 واكس قوة 4 ناقص 2، معامل اكس تكعيب ناقص 15 20، معامل اكس تربيع 44، معامل اكس ناقص 48. بي وكيو جاهزات الان عندي. طبعا هاي العملية لو كانت يدويا عملية مش سهلة نهائيا، لانك بتضطر تقسم كثير حدود من الدرجة السادسة على كثير حدود من الدرجة الخامسة أولا، وناتج القسمة، بعد هيك تحلل المقام العوامل الأولية وهو من الدرجة الخامسة، فخمس كسور بتوقع يكون في إله، وبعد هيك بدك تجد المعاملات أو الكوفيشنس اللي في البسط تبع كل كسر. هاي الإشي بيعمل الماتلاب في خطوة واحدة اللي هي بدي أحكي له يو في كي، وزي ما حكيت لك تقدر تستخدم الفواصل او فراغ تساوي ريزيديو. السبيلينج مهم، ريزيديو البسط فاصل المقام بي فاصل كيو. فهي اعطاني ثلاث متجهات، واحد ليو واحد لفي واحد لكي، وزي ما توقعنا راح يطلع في ناتج لكي لانه في عندي قسمة طويلة. طبعا ناتج القسمة اللي هو ناقص اكس ناقص 2. فحتى اجاوب على هذا السؤال بدي احكي انه هذا يساوي ناقص 2x، مظبوط ناقص اكس ناقص 2، اسف ناقص اكس ناقص 2، هذا ناتج القسمة، زائد الان بدي ابلش احط الكسور الجزئية اللي عندي. وخلينا نرجع نعدهم، هون في عندي خمس نواتج يعني خمس كسور جزئية. هاي خمس كسور جزئية. نيجي ناخذ البسط، البسط اللي هن اليو المخرجة الأولى، ناقص 5 ناقص 3 2 1 4،
ناقص خمسة ناقص أي ناقص خمسة ناقص ثلاث ناقص اثنين واحد على اثنين واحد أربعة في المقام إكس ناقص في بالترتيب، إكس ناقص أربعة في إكس، إكس ناقص أربعة في إكس ناقص الناقص ثلاث يعني إكس زائد ثلاث في إكس زائد اثنين في إكس ناقص اثنين في إكس ناقص واحد، إكس ناقص زائد اثنين إكس ناقص اثنين إكس ناقص واحد. هاي الكسور الجزئية لكثير الحدود اللي عندنا أو الاختلال النسبي اللي عندنا هون. لا من التطبيقات هاي اللي هي هون، آسف أيوه. لا من التطبيقات اللي ممكن يسألني عنها زي ما حكيت اللي هي فكرة التكامل في كالكولاس 2، لأنه لو طلب مني إني أوجد تكامل هذا الاقتران، تكامل هذا الاقتران هو تكامل هذا الناتج. الفكرة هون إنه تكامل الناتج القسمي بسيط، يعني إيش تكامل ناقص إكس ناقص 2 هي ناقص اكس تربيع 2 ناقص 2 اكس، طبعا زائد سي بنضيفه بالاخر. نيجي لهذا، هذا الجزء تكامله بسيط جدا، ناقص 5 في لن المقام، ناقص 3 في لن المقام، زائد 2 في لن المقام، زائد لن المقام، زائد 4 في لن المقام، فتكامل الكسور الجزئية بسيط جدا. الآن لو طلب نحسب اللابلاس انفرس لهذا المقدار، طبعا اللابلاس انفرس لهذا الحد، هذا من الأسئلة اللي راح اعطيك اياها في الهوم وورك او في الاسئله المقترحه، ما في لابلاس انفرس، بمعنى لازم اعطيك سؤال ما يكونش فيه ناتج قسمه، فاعتبر انه هذا الجزء مش موجود. لابلاس انفرس لهذا راح يكون موجود عندك صيغه راح اعطيك اياها، هي ناقص 5 في اي قوه 4 تي، ناقص 3 في اي قوه ناقص 3 تي، زائد 2 في اي قوه ناقص 2 تي، زائد اي قوه 2 تي، زائد 4 اي قوه تي. راح اجيها في الاكسرسايزز او الاسئله اوضح لك اياها اكثر، بس لانه حكيت هذول هم التطبيقين اللي ممكن اسالك عنهم، اللي هو التكامل الكسور الجزئيه او اللابلاس انفرس، بس طبعا بدون ناتج قسمه زي ما حكيت. هذا مثال بترك لك اياه، بده برضه تعمل بارشال فراكشن ديكومبوزيشن، الكسور الجزئيه ل بي على كيو، والبي درجته اصغر من كيو، فبتتوقع انه الكي مش موجوده، يعني كي فاضية، بيضل بس عندك متجه لليو والفي اللي هي الكسور الجزئية اللي عندك هون، فبدك تكتب الصيغة اللي عندك هون. ومش غلط كمان هذا تطبق عليه فكرة التكامل وفكرة اللابلاس انفرس، طبعا هذا الاشي يدويا راح يكون مش من خلال الماتلاب، انك توجد التكامل بدك تطبعها او تكتبها كتابة باستخدام الكيبورد يعني او يدويا، وبرضه اللابلاس انفرس لها. فهي فكرة الكسور الجزئية اللي عندي. في العملية العكسية برضو واردة، بقدر أعمل أو أجري العملية العكسية لكتابة الكسور الجزئي، بمعنى إنه هاي الكسور الجزئية اللي أوجدناها مثلا هون، هاي كيف بقدر إذا كانت هاي هي المعطى كيف بقدر أرجعها لأصلها، اللي هي عملية توحيد المقامات والضرب وفك الأقواس وتجميع الحدود حتى أرجع لهذا المقدار. طبعا برضو بتصور انكم متخيلين ان العملية هاي يدويا عملية طويلة ومزعجة، كيف ارجع من هون لهون. هاي الفكرة التالية اللي ظلت، اللي هي توحيد المقامات والعودة مرة اخرى للاقتران النسبي. العملية بسيطة جدا من خلال نفس الامر، بس بعكس المدخلات والمخرجات، بمعنى لاحظ هون حطيت بدي مخرجتين واعطيه ثلاث مدخلات، وهذا هو متوقع لانه راح اعطيه انا هذول المقادير اللي الاعداد اللي هون والاعداد الاصفار اللي هون، واعطيه هذا الكي ويرجع لي هو بي وكيو، يرجع لي ناتجين. فمتوقع تكون الامر بهذا الشكل، انه المدخلات ثلاث والمخرجات اثنين، فانا سميتها هنا بي اثنين كيو اثنين وتساوي ريزيديو ليو فاصلة في فاصلة كي. فراح اطبق المثال اللي كان معانا هون، هذا البي وهذا الكيو الاصليات، احنا عملنا هون ريزيديو الهم واعطاني ثلاث نواتج. الان بدي اعكس الامر، بدي احكي له مثلا بي 2
وكيو 2 المرحلة الثانية مثلا نفس الأمر ريزيديو، بس المدخلات الآن تصير بالترتيب، هي يو في كي بنفس الترتيب السابق، يو تنساش فاصلة هون إجباري، فاصلة في فاصلة كي، لأن لازم يرجع لي بي 2 كيو 2 نفس هذول، هاي بي وكيو. إذا قارنتن طبعا راح يكون في عندك عشري هون، لأنه في حسابات عشرية هون في البي والكيو، لكن هي مثلا ناقص 1 0 18، ناقص 1 0 18 أو ناقص 0 تفرقش، 3 ناقص 142، 14 252، تماما نفس البي وهذا نفس الكيو اللي عندك سابقا. فالرجوع العكسي أيضا وارد، وراح أترك لك هذا السؤال إنك ترجع شو الاقتران النسبي اللي يكافئ مجموع الكسور والجزئية الآتية. لاحظ إنه الكي بدك تعرفها هي 3 0 ناقص 2، تعرف اليو 3 ناقص 5، بدك تنتبه للإشارة هاي ناقص 5 1، تعرف الفي 1 ناقص 2 3، وتستخدم هذا الأمر راح يعطيك متجه للبسط ومتجه للمقام هو الاقتران النسبي اللي مطلوب منه. الفكرة الأخيرة من هذا الشابتر اللي هي كيف أقرب مجموعة بيانات باستخدام البولينوميالز أو كثيرات الحدود. الفكرة عندنا هون إنه عندي مجموعة من النقاط الأزواج المرتبة على شكل XY، ومطلوب مني إني أوجد أفضل كثير حدود من درجة معينة بمر بهاي النقاط او بالقرب منها. فالامر هو بولي فيت، هذا بيجد معاملات كثير حدود من درجة معينة بنحددها يتطابق مع مجموعة من البيانات على شكل ازواج مرتبة اكس واي، طبعا باستخدام مفهوم اللي هو least square sense. مش مهم عندنا الطريقة المتبعة، بهمنا هذا هو الامر. بولي فيت 3 مدخلات، المتجه الخاص ب الاحداث السيني للنقاط، ومتجه خاص بالاحداث الصادي للنقاط، ودرجة كثير الحدود، حيث X و Y هي متجهات البيانات المراد مطابقتها بكثير حدود من درجة N محددة. فثلاث مخرجة مدخلات حتى يعطيني مخرجة واحدة اللي هو البولينوميال P. مثال مباشر، أوجد أفضل كثير حدود من درجة الثالثة، بدي يكون محدد لك الدرجة، والذي يتطابق مع البيانات الآتية أو التالية. مجموعة الأزواج المرتبة هاي، فأول خطوة بدك تعملها بدك تعرف المتجه X اللي يقابل الأحداث السيني للنقاط اللي هن 1 ناقص 2 ناقص 1 2 0، حطهم في متجه مثلا نسميه X، والمتجه الثاني اللي يقابل الصور بالترتيب اللي أخذته هون بنفس الترتيب، 3.5 1.6 ناقص 7 4.1 1.1، عرفت المتجه X ومتجه Y، بس بدي اكتب له fully fit X فاصلة Y فاصلة 3 اللي هي الدرجة المحددة عندي في المسألة، وسميتها B، اعطاني هذا الناتج. فكثير الحدود اللي نتج هون هو من الدرجة الثالثة، هذا معامل X تكعيب زائد معامل X تربيع زائد معامل X زائد الحد الثابت، هذا كثير الحدود اللي افضل ما يمكن ومن الدرجة الثالثة اللي بيتطابق مع هاي النقاط. الان بقدر ارسم كثير الحدود اللي اوجدته هاد مع النقاط المعطاة اللي عندنا هون، طبقنا طريقة الرسم اخذناها سابقا. فالان بدي ارسم الاقتران ضمن فترة معينة، والفترة اللي اخترتها انا ضمن النقاط اللي معطاه هون، مثلا اصغر نقطة من بيناتهم للاكس ناقص 2 واكبر نقطة 2، ففضلت اني ارسم الكثير حدود ضمن الفترة هاي بالضبط. واما بتستخدم اللين سبيس او بتستخدم هاي الطريقة اللي هي البداية نقطتين رئيسيتين القفزة، حر انت بتحديدك للقفزة زي ما بدك، الى النهاية. وبعد هيك بدي قيمة الكثير حدود اللي عندي هون اللي اوجدته عند هاي النقاط، فسميتها واي واي تساوي بولي فال ب فاصلة اكس اكس، فراح يتكون عندك متجه لاكسز ومتجه لوايز ترسمهم ويوصل بينهم الماتلا من خلال الامر بلوت. فبلوت اكس اكس واي واي
وهذول اللي حسبتهم حساب، وخليته يرسم معهم النقاط الأصليات هذول اللي معطيات في المسألة، وحكيت له انه يعلمهم بدائرة حرف او ضمن نص، وهذا الاشي بتقدر تعمله هون او ضمن شاشة الرسم. فلما اعطيته هذا الاشي اعطاني هاي الرسمة، هذا المنحنى اللي هو اكس اكس واي واي اللي رسموه من خلال امر بلوت، وهي النقاط اللي حكيت له علمهن بشكل دائرة اللي هن اكس واي باستخدام الامر بلوت. فلاحظ انه هذا البولينوميال بمر في هاي النقاط افضل ما يمكن، وهو من الدرجة الثالثة. تقدر تعمل جريد مع الرسم، جريد اون او من خلال شاشة الرسم نفسها، تعمل التقسيم الجريد او الشبكة هاي بحيث تطلع واضحة معك الرسمة او المرور في هاي النقاط المعطاة. خلينا نحل مع بعض هذا السؤال. السؤال بشكل عام في جزئين او فكرتين، عندك مجموعة نقاط بيحكي لك قرب لي اياها بكثير حدود من درجة معينة، فبطلب منك صيغة كثير حدود تكتبها هون وتعبي الجدول التالي. خلينا نسوي اول جزء وبعدين اشرح لك هذا الجدول. هذا الجزء زي ما حكينا سابقا، بدك تعرف المتجه اكس اللي يحوي لك على الاحداث السينية للنقاط، متجه واي يحوي لك الاحداث الصادية للنقاط، وتعطيه الامر بولي فيت ومن الدرجة الرابعة اللي محددة في المسألة. فخليني ابدأ احللكو او نحل هذا السؤال. فبدي اعرف المتجه اكس هي الاحداث السينية للنقاط المعطاة عندنا اللي هي ناقص 5 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 3 4 5. هذا متجه اكس، ومتجه واي اللي هي مجموعة الصور الاحداث الصادي للنقاط المعطاة 1.6 بالعشرة 2.5 4 نص ناقص 3 1.5 3.2 بالعشرة 5.2 بالعشرة هاي واي. الآن بي تساوي بولي فيت المتجه اكس فاصل المتجه واي، والدرجة المحددة في المسألة اللي هي من الدرجة الرابعة، فأعطاني كثير حدود من الدرجة الرابعة. هذا معامل اكس قوة 4 زائد معامل اكس تكعيب زائد 6 بالعشرة اكس تربيع ناقص هذا معامل اكس ناقص الحد الثالث. فبإمكانك تكتبه كتابة. يعني مثلا كامتحان، خليني احكي لك اسهل طريقة تكتبها. خذ كل معامل من هون وكمل اكس قوة حكينا 4 زائد الرقم اللي بعديه 0.0558 اكس قوة 3 زائد 0.6 اكس قوة 2 ناقص 1.0129 اكس ناقص 1.5965. طبعا اذا ضغطت انتر راح يعطيك ايرور لانه الاكس مش موجوده وفي نقص في عملياتها. هذا بامكانك تاخذه كوبي وتنسخه في الجزء اللي مطلوب تجاوبه. فهي صيغه كثير الحدود اللي عندك هون. طبعا فكره اخرى الان خطرت في بالي، هي ديسبلاي بس يعرض لك اياها كنص ديسبلاي، لان كتب لك اياه زي ما انت كتبتها. هاي مش راح يعطيك ايرور عليها لانه انت نص معين بتحكي للماتلاب اعرض لي اياه. هذا الجزء اعمل له كوبي والصقه في المكان المطلوب. هذا اول جزء عندنا اللي هو ايجاد صيغه كثير الحدود المطلوبه. لان نيجي للجدول اللي عندنا هون. الجدول هذا مكون من الاربع خانات التاليه اكس اللي هي هذول النقاط ناقص 5 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1، بدك تعبيهم تعبايه هون، والواي الاحداث الصادي الها. الابروكسيميت القيمه التقريبيه اللي هي صوره الاكس هاي النقاط هاي وين نعوضها في كثير الحدود اللي عندنا هون، وهاي بسيطه في الماتلاب اللي هي مثلا نحكي جواب عوض لي. شو معنى عوض لي في الماتلاب في البولينوميال بولي فال؟ عوض لي مين؟ الاكس هاي وين او عوض فيه
البولينوميال بي ايش؟ الاكس. تعويض في البولينوميال النقاط اكس اللي عندك، هاي راح يعطيك جواب المتجه هذا اللي هو هاي الخانة اللي هي القيمة التقريبية. شو ظل بده هون؟ الابسوليوت ايرور اللي هو الفرق بين هاي القيمة وهاي القيمة كقيمة مطلقة. هذا احنا ايش سميناه قبل شوي؟ جواب، وهذا بسمى عندي واي، فضل بس احكي له اطرحهم وخذ القيمة المطلقة. خلينا اسميها مثلا ايرور يساوي قيمة مطلقة ابسوليوت لطرح الواي، هاي مجموعة الصور من الجواب اللي حسبناه هون، او العكس واي ناقص جواب، احنا ماخذين القيمة المطلقة فما في فرق. هذا الخطأ المطلق اللي بين النواتج اللي عندنا هون واللي هذا راح نعبيه في هاي الخانات اللي هون. وخليني ارسم لكم منحنى كثير الحدود مع توضيح النقاط المعطاة على نفس الرسمة. خليني ابدأ مثلا ب بلوت، ارسم لي النقطة اكس مع النقطة واي، وخلينا نضيف لها علامة معينة، هاي الاو، حرف الاو. فهاي مجموعة النقاط الاصلية المعطاة عندي هون، انا رسمتهن على مرحلتين. الان بدي احكي له هولد اون، ثبت الرسمة. هسا كيف بدي ارسم البولينوميال بي هذا؟ بدي اختار فترة معينة ارسمه فيها، اما الفترة اللي طلعت معي بالرسمة هون اللي هي من ناقص 5 الى 5، او هي فعليا النقاط اللي موجودة عندي هون، الاصغر نقطة هي ناقص 5 واكبر نقطة ضمن النقاط اللي موجودة هون هي 5. فالان بدي اعرف متجه اكس اكس مثلا اسميه تساوي من ناقص 5 ومقدار القفز 0.001، ما بتفرق يعني لو صغرتها اكثر ما في مشكله نهائيا، مش انت راح تحسب الماتلاب راح يحسب، الى 5. وواي واي تساوي قيمه كثير الحدود بوليفال، قيمه كثير الحدود بي عند النقاط اللي قسمتهم الان اكس اكس. طبعا ما في داعي اشوف النواتج لانهن عددهن ضخم كثير. لا بدي احكي له انا ثبت الرسمه هي هولد اون، بدي احكي له بلوت اكس اكس مع واي واي، راح تطلع الان الرسمه اللي عندي، هاي رسمه كثير الحدود الاصلي وهاي مجموعه النقاط اللي عندنا. طبعا هذا الحكي بقدر اغير عليه زي ما بدي، لو زي ما حكينا سابقا في الاوبشنز تبعات الرسم اللي هون، مثلا بدكيش النقاط هذول يظهروا بشيل التك تبعها بتختفي، بس بيظل عندك هذا المنحنى. هذا المنحنى بامكانك تغير اللون تبعه او الخط تبعه، هاي مثلا لو عملته هاي احمر وسمكته شوي مثلا ارسم على شكل مقطع اللي بدك اياه. النقاط اللي هون اللي عيناها هون بامكانك تغير الماركر تبعها هون، تعملها نقطة سوداء او نجمة مثلثة بدك اياه، كله بيظهر مباشرة، او التعديل اللي بدك اياه، تغير تسمية المحاور الخط، كل هذا شرحته سابقا. بعد هيك هاي الرسمة بامكانك تعمل لها كوبي مثلا، اذا كان مطلوب منك انك تودي هاي الرسمة على الايميل مثلا على ملف وورد او غيره وتنسخها. هذا نهاية الجزء اللي عندنا هون. في عندك هنا تلخيص للاوامر اللي السابقة في هذا الشابتر او هذا القسم، كل الاوامر اللي استخدمناها كلها مذكورة هون. وفي هنا اكسرسايز كمان الكو مشابه للاسئلة اللي الان راح احكي عنها او احكي لكم عنها اللي هي الاسئلة المقترحة. فمثلا عندك هنا بي وكيو كثيري حدود، بيحكي لك اوجد البارشل فراكشن دي كومبوزيشن، الكسور الجزئية لهذا المقدار. راح اشرح شيء اكثر منه الان في عفوا في الاسئله المقترحه راح انزل لكم اياها، فراح اجي للفكره هاي. ايضا الفكره هاي حكيناها سابقا وبرضه راح احكيها في الاسئله، برضه معطيك بي وكيو كثيري حدود، بده قيمه المشتقه الثالثه لحاصل القسمه عند عدد معين. فبدك تحسب المشتقه الاولى لحاصل القسمه والثانيه بعد هيك والثالثه، هذا الموضوع حكيناه في المحاضره السابقه. والناتج اللي بيطلع معاك تعوض البسط فيه عند الاثنين لحال، وتعوض المقام الناتج اللي بيطلع عندك البولينومال لحال عند الاثنين، وبعد هيك حاصل القسم بي على او ناتج البسط على ناتج المقام. لهذا الجزء راح يكون الاختبار الاخير معانا.
وهذا الموضوع هو الموضوع الأخير معنا في هذا الكورس، اللي هي كيف نحل معادلة تفاضلية باستخدام الماتلاب. هذا راح أخليه للأسبوع القادم. خلينا الآن أورجيك، راح أنزل لك هذا الإشي اللي هي مجموعة أسئلة مقترحة، راح أعطيكم إياهن مع هاي المحاضرة، راح أنزل لكم إياها. هاي مجموعة أسئلة مقترحة، بس خليني أوضح لك بعض الأفكار اللي فيها. مثلا معطيني في هذا السؤال two polynomials b و q، وبحكي لك اعتبرهم polynomials مش متجهات عادية. اكتب الأوامر اللازمة والنتيجة حتى تجد الكسور الجزئية partial fraction decomposition لهذا المقدار، وحكي لي استخدم الفورمات شورت حتى الكسور النواتج تطلع أعداد، ما فيش داعي تكون أعداد طويلة تنقلها، الفورمات العادية. فمثلا الفكرة اللي عندك هون انك بدك تحسب اول شيء البسط ايش هو والمقام ايش هو، وبعدين تستخدم الامر تبع الكسور الجزئي اللي هو الريزيديو. فعملية تكوينك لهذا البسط وللمقام لازم تهيئها اول شيء قبل ما تستخدم امر الخاص بالكسور الجزئية. اذا دخلت البي والكيو هذول المتجهات اللي عندك هون، فالان بدك تيجي تكون هذا المقدار. لاحظ بي برايم اللي هي بولي ديريفيتيف سميه بي 1، بي دبل برايم سميها بي 2 اللي هي بولي ديريفيتيف لبولي ديريفيتيف لبي، او بتستخدم بولي ديريفيتيف لبي 1 اللي اوجدته هون. هذول بدك تحطهم على جنب، بعدين تطلع حاصل الضرب بيناتهم اللي هو الكونف، وتسمي مثلا هذا المقدار A او بارت 1 الجزء الاول. نيجي لهون كيو برايم الكل تربيع، طيب كيو برايم اللي هو ايش؟ بولي ديريفيتيف، بولي دي ار لكيو. وكيف تربع الناتج؟ كيف بربع متجه؟ باستخدام الامر كونف، ايضا كونف بين الناتج هذا ونفسه. تربيع اي متجه او اي كثير حدود هو حاصل ضربه في نفسه، وامر الضرب اللي هو كونف. فكونف سميه كيو واحد فاصل كيو واحد اللي هي المشتقة الاولى، وهذا التربيع بدك تضربه في اثنين، هذا بارت 2. لان البسط ايش بدك تعرفه؟ بارت 1 زائد بارت 2. بس بدك تنتبه عملية الجمع بين هذا الجزء وهذا الجزء ما راح تكون مباشرة، لأنه حجم أو طول هذا المتجه ما راح يكون مساوي لطول هذا المتجه، مش دائما طبعا. فبدك تطلع على حجم هذا وحجم هذا. الحجم الأقصر شو بنعمل له؟ بنزيده صفار وبعدين بنحكي له اجمع. فهاي الفكرة في إيجاد هذا المقدار البسط. نيجي للمقام، عندك كيو هيو جاهز، متجهه هيو، لان كيف بدك تضربه في اكس ناقص واحد؟ هذا اعداد ما بقدر اضربها في متجه بسيمبلز. فالفكره هون انك هذا الجزء بدك تحوله لمتجه. هذا ايش المتجه تبعه؟ واحد ناقص واحد، والضرب ايش هو؟ كونف. فالمقام ايش يساوي؟ كونف بين المتجه واحد ناقص واحد فاصله كيو اللي دخلته هون، فراح يعطيك المتجه الخاص بالمقام. الان انت جهزت البسط كامل، المقام كامل، ارجع للامر الخاص بالكسور الجزئي اللي هو الريزيديو، طلع يو وفي وكي، واكتب الكسور الجزئي لهذا المقدار. فهي يعني هذا من اطول الاسئله اللي ممكن تواجهني، انه اكون مقدار في البسط ومقدار في المقام من خلال عمليات الاشتقاق والضرب الجمع، ومقدار في المقام، وهذا الناتج بده مثلا نحسب كسور جزئية او حاصل القسمة الطويلة بين البسط والمقام. بترجع للامر الخاص فيها، لان هاي الاسئلة يعني اللي بعد هيك اصور افكارها بسيطة. خليني استعرضها بشكل سريع. عندي polynomial P وQ هو كثير حدود جذور وكذا، كل هاي شرحناها. بده قيمة المشتقة الثانية لهذا المقدار عند الناقص 2. لاحظ انه المقدار اللي عندك هون هو في بي برايم. فالفكرة دخل بي كمتجه، كون كيو كمتجه اللي هو الامر بولي لثلاث فاصلة او ناقص ثمانية كاصفار اله، بعد هيك طلع بي 1 مثلا اللي هو بولي دي ار لبي. لان عندك حاصل القسمة بده المشتقة الاولى نحسب اول شيء، فالامر اللي هو اتش دي الاقواس تساوي بولي دي ار لبي 1 سميته بي 1 اللي هي المشتقة فاصل كيو. هاي المشتقة الأولى. المشتقة الثانية تحسبها من خلال إنه نواتج المشتقة الأولى اللي سميتهم اتش دي
تأخذهم هم مدخلات للخطوة المشتقة الثانية أو الخطوة الثانية. بعد هيك النواتج اللي بيطلعوا معاك في المشتقة الثانية كل واحد منهم احسب قيمته عند الناقص 2 وأعطي الجواب للبسط على المقام. إذا كان بي هيك صيغته، إيش صيغة كيو في إكس اللي هيك يمثل؟ فالآن البي بدك تعرف إيش المتجه تبعه وتحطه هون ضمن هذا المتجه، بيطلع معك متجه أطول هو بده صيغة كيو في إكس للناتج اللي عندك هون. الآن بده هون في هذا السؤال أوامر الثلاثة ضرب بي زائد 2 في كيو، بدك تضرب هذا في 3 وهذا تضربه في 2 وتجمعهم. طبعا الجمع مش مناسب مباشرة لأنه الحجم مختلف، فأكيد بدك تضيف أصفار على المتجه الأصغر. سؤال عادي، هي كيو بده قيمة المشتقة الثالثة عند عدد، معطيك بي وكيو بده الأوامر لناتج وباقي القسمة، نفس الأسلوب اللي حكيناه في السؤال السابق. بدك تكون البسط أول إشي وتكون المقام وبعدين تجد الإشي المطلوب اللي هو ناتج وباقي القسمة اللي هو الأمر دي كونف، فأرجع له في الدوسي عندك لإيجادها. طبعا مثلا هذا الجزء الضرب حكينا عنه، كيف بدك تطرح هذا؟ هاي ناقص 2 اكس، ايش هاي؟ هاي لازم تحولها لمتجه. ايش المتجه تبع 2 اكس؟ هي 2 و1، ف2 و1 المتجه، وهذا له متجه وهذا له متجه. عملية جمع او طرح هاي المتجهات مش مباشر، لانه بدك تراعي طول هذا تسويه زي طول هذا تسويه زي طول هذا. فاجمالا هاي الثلاث مقادير بدك تطلع عليها، شوف ايش المتجه الاطول بيناتهم وتوازن بينه وبين بقية المتجهات الثانية. ايضا في المقام نفس العملية، بدك توجد هذا المقدار وتوجد هذا المقدار، وعملية الجمع بيناتهم بدك تراعي السايز او اللينك تبع كل طول. يعني هاي اشياء بدك تحلها وتطلع على الشاشة اللي تطلع قدامك. هذا الناتج الافضل انك تعطيه تسمية A B C، وهي دي هاي اي، لانه بتيجي تكون البسط تشوف طول اي وطول بي طول سي توازن بيناتهم بحيث ينجمعوا معاك. وانا ما في عندك اي رمز اس واي ام اس نهائيا، كلها عبارة عن متجهات، فبدك تحسب حاصل الجمع او الطرح اللي عندك هون بشكل صحيح مع نفس مع مراعاة الحجم. وهون نفس الاشي، وبعد هيك ايش بده السؤال؟ بده ناتج وباقي قسمة المقدار هذا، فالامر دي يكون البسط فاصل المقام. طبعا لو بده البارشال فراكشن كسور جزئية ايضا بدك تستخدم الامر الخاص فيه اللي هو الريزيديو للبسط والمقام وهكذا. سؤال اعتيادي، او هي البي هي الكيو، طلع كيو برايم اضربهم في بعض وطلع المشتقة الثانية للناتج. نفس الفكرة هون تماما، حاصل ضرب وحاصل جمع الثلاث متجه، بدك تعبيه صفار قبلي وحتى تقدر تجمعه مع هذا. وايضا هون نفس الفكره، بدك تكون هذا كمتجه حتى تقدر تجمعه. وكيف تضرب اكس تكعيب في الكيو؟ الاكس تكعيب كمتجه هو ايش؟ 1 0 0 0، والكونف بين هذول حتى يعطيك هذا المتجه. الان بدك تجمعه مع هذا المتجه، وبعد هيك الناتج اللي هون تضربه مع هذا الناتج، هاي البي والكيو. اوجد قيمه المشتقه الثالثه عند عدد، فكره مكرره. ايش الاقتران النسبي اللي يكافئ هذا اللي هو القراءة العكسية في نهاية المحاضرة او في الفكرة اللي تطرقنا لها هون، اللي كيف تعمل القراءة العكسية للكسور. هاي الفكرة اللي هون نفسها مكررة. عندي متجهين بي وكيو بده حاصل الجمع، فلاحظ هون بدك تكون هذا تكون هذا وتجمعهم مع مراعاة اللينكث او الطول او طول كل متجه من هاي المتجهات اللي عندك. ناتج وباقي القسمة برضه نفس الفكرة السابقة. صيغة البولينوميال تربيع اللي هي كونف بين بي ونفسه حكيتها قبل شوي، والناتج بده تحسب قيمته عند كذا. وانا برضه كثيرات حدود بده تحسب قيمة المشتقة الأولى لحصل القسمة عند عدد، جذور بي ضرب كيو، صيغة بي برايم في كيو دبل برايم، الكسور الجزئية لبي تربيع على كيو برايم، بي تربيع بدك تحسبه زي هاي، وكيو برايم بدك تحسبه، وبعد هيك تعطي الكسور الجزئية لهذا الشيء. هاي الفكرة اللي حكيت عنها في المحاضرة، اللي هي عندك بولينوميالز بي وكيو بده تطلع الكسور الجزئية لبي على كيو وتجد اللابلاس انفرس لهذا المقدار.
هذا يدويا بدك تحسبه، معطيك الصيغة تبعته. لاحظ ان الكسور الجزئية اللي عندنا كلها من هذا النوع عدد على اكس ناقص عدد. فاللابلاس انفرس القاعدة تحكي لي هذا العدد يو زي ما هو في قوة في تي الرقم اللي هون. فمثلا عندك 5 على اكس ناقص 3 تطلع 5 في اي قوة 3 تي. عندك 4 على اكس زائد 2 بصير 4 في اي قوة ناقص 2 تي. بدك تنتبه للإشارة السالبة هون في الصيغة. فهذا التطبيق يدوي بده ينكتب كتابة. عندي المثال التالي معطيك مصفوفة ايه، بحكي لك خد كثير حدود بيو في اكس هو اللي جذوره اصغر عنصر في الصف الثاني. ايش اصغر عنصر في الصف الثاني هون اللي هو ناقص 1، والعنصر a1 3، a1 3 يعني ناقص 3، والعنصر a4 2، a4 2 يعني الثلاثة والناقص 1 والناقص 3 هي جذور كثير الحدود بي. هذا يدوي بدك تستخلصه من المصفوفة. الآن بي هو البولي للأعداد اللي حكيناها ناقص 3 ناقص 1 و الثلاث، فكثير حدود من الدرجة الثالثة راح يطلع معك بي. وليكن كيو كثير حدود ممثل بالصف الرابع، يعني هذا الصف الرابع اعتبره هو كيو. يعني هنا هاي المسألة بس مجرد انه بي مش معطيك اياها جاهزه تماما ولا كيو معطيك اياها جاهزه تماما، بدك تستخلصها من المصفوفه اللي معطى عندك. يعني هاي المصفوفه ما فيش داعي تدخلها انت في الماتلاب، ما راح تحتاجها. انت راح تحتاج ايش منها؟ الاعداد اللي حكيناها هون، اصغر عنصر في الصف الثاني، العنصر a1 3 والعنصر a2 4، بدك تختارهم اختيار وتعرف البولينومال بي اللي هاي جذوره. كيو تساوي المتجهات، هون يحكي لك الصف الرابع، يعني ناقص 2 3 7 2 هو المتجه تبع كيو. بعد هيك بده تستخدم هذول البولينوميلز بي وكيو، تكتب صيغهم وتطلع حاصل القسمه، تطلع جذور هذا المقدار، بدك تكون هذا المقدار، وبعد هيك تعطيه كلمه روتس للناتج اللي عندك هون حتى يعطيك ايش هم الجذور تبعها. السؤال الاخير اللي هو فكره افضل كثير حدود من درجه معينه بمر في هاي النقاط، مع كتابتك للصيغه وكتابتك ل او تعبئتك للقيم اللي عندك هون. هاي مجموعة مسائل راح انزل لكم اياها ان شاء الله الان ك اسئلة هوم وورك لكم للكويز الرابع اللي معانا هون. فبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. يعطيكم العافية جميعا والسلام عليكم.